طب انت شايفه ازاي في التمثيل بصراحه؟ انا في الاول كنت قلقان طبعا جدا خصوصا ان هو ما انت كنتش عايزه يدخل تمثيل نهائي خالص نهائي. وكنت زمان وانا صغير كنت اتفرج بقى على التلفزيون وبتاع، فقبل ما امثل وقبل ايام كنت مدرس كيمياء، اما كنت كيمياء فيطلع كنت بتدي دروس؟ كنت بدي دروس طب ده كانت فرصه احسن من الفن والله. لا 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 ده كان وانا كنت شغال في مكان انا زميلي اللي كنا في نفس السكشن بتاعنا اللي احنا كنا فيه دلوقتي عنده مصنع كبير جدا أكيد جدا اكيد عدى عدى ربنا يبارك له ربنا يزيده يا رب مش بنق عليه لكن هو الفن بقى حب الفن راح انا يعني ضربت في خلاط كذا مره يعني كنت بلعب كوره مثلا انا عارف كنت بتلعب درجه تانية فين كنت بلعب في نادي اسمه ابو سمبل نادي نو بادجت ما كانش فيه فلوس ابو سمبل ده في كان في اسوان بس ما كناش بنلعب في اسوان احنا كنا بنلعب كان هنا المقر بتاعهم هنا وكنا في نادي شباب الجزيره ده الملعب بتاعنا النادي كان فقير جدا جدا مفيش يعني كنت بروح نشتري كنت بتلعب في مركز ايه بلعب باك رايت باك رايت اوبا انت عارف مين اللي كان بيلعب باك ليفت معايا في نفس الفرقه مين الشيخ محمد جبريل والله العظيم الشيخ محمد جبريل ده كان لعيب كويس جدا والزمالك كان كان عايز ياخده كان عايز ياخده وكده بس تقريبا والده كان هو عايز يطلع مقري وكده ف ايه اللي بطلك كوره التمثيل في ثانوي كنا انا كنت بلعب تحت 17 وتحت 19 سنه وهو خدنا دوري الدرجه الثانيه وطلعنا دوري الدرجه الاولى بقينا نلعب الاهلي والزمالك ولعبت معاهم ولعبت ناشئين ولا ناشئين تحت 19 وكان نفسك تلعب فريق ايه بعد كده يعني ما اكيد اللعيبه الاهلي طبعا اهلي اهلي طبعا. بالنسبه لي اهلي ده انتوا العيله كلها اهلاويه اهلي كان بالنسبه لي لغايه اما في ثانويه عامه بقى كنت بدات اخش في حكايه التمثيل دي ودخلت بشكل غريب يعني عن طريق صديق اخويا فروحت اتفرج عليه في مسرحيه كان بيمثل فقلت له لا انا عايز ابقى معاكم ودخلت في التمثيل كده بدون اي استعدادات وخلاص ان دهت التمثيل دي راحت خطفاني خطفه غريبه بقيت بقى كل خلاص بقيت فوكس في كل حاجه في التمثيل حياتي كلها بقت التمثيل ولما حتى لما دخلت علوم انا دخلت اول حاجه على طول على المسرح ما دخلتش على المعامل ولا المدرجات لا مش شغلك ده المسرح شكله ايه انا جاي هنا دخلت والمسرح كان مقفول عملت مسرح من جديد وجبت بروجيكتورز وجبت مش عارف الله ده انت خدت المساله وعملت فريق تمثيل ويعني كانت فتره مهمه جدا في حياتي في كليه العلوم فرقة التمثيل يعني وسبت الكورة وسبت الكورة نهائي ده سبتها كمان يعني ما تروحش تلعب دلوقتي كده لا كنت بقى بلعب بقى كنا بنلعب مع فرقة الفنانين قعدنا فترة كبيرة نلعب يعني كنا بقى طارق علام طارق علام بقى وناس كتير يعني كنا بنلعب لكن آخر ماتش أنا فاكره كنا بنلعب في نادي اسمه نادي المياه نادي المايه بس أنا كان في واحد حريف قوي كان بيلعب وينج ليفت عليا سريع موت يعني كرة اتلعبت من ورايا انا كنت هلف عادي واوقفها عادي ومفيش بيني وبينه كتير جدا انا لسه بلف كان خد الكوره كورتين على طول يقوم واخدهم جاري رافع جون هذه النيله ده في الشوط الاولاني بعديها ب 10 دقايق يظهر بقى يرفع قال لك ده بطيء ايوه قال لك ارمي وراه ارمي وراه فجونين راح المدرب قال لي اتفضل ريح انت ريح بين الشوطين خدت بعض بين الشوطين ده وعلى البيت مشيت ومرجعتش النادي النهائي تاني ما لعبتش كوره بقى ما لعبتش بعديها خلاص خلاص بقى كان دماغك ما عادش مركز ما بقتش مركز